إذا بنعمل identify the joint axis, imagine draw infinite lines. كل axis نرسم فيه line. اللاين هذا راح نسميه الزد. وراح نمشي طبعا من واحد اثنين بدك ترقمهم, ترقم زيرو بيكون البيس. واحد بنحاول نحطه على البيس بس يكون في فرق بينهم يا زاوية اللي هي ثيتا, اللي هي ثيتا 1 راح تكون. أول هذا إذا كانوا مثلا عندي إشي عماله بعمل روتيشن زي هيك, هي ثيتا 1. فالفريم البيس راح يكون ثابت وهذا بيتحرك, الفرق بينهم بس زاوية. أو إذا كانوا بريزماتيك مثلا ممكن يكون ديسبليسمنت دي آي. بعدين من 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 بنحط البيربنديكولار بتوين ذم او نقطه الانترسكشن. اذا الزد اي والزد اي بلس 1 ما بيعملوا انترسكشن راح يكون في بيربنديكولار بوصل بينهم. هذا بنعمل له اساينينج عفوا هذا بنحط هون الفريم, بنحط زد اي هلا هي الايث جوينت. بعدين اكس بيكون الكومن بيربنديكولار ما بين اثنين, او اذا كانوا في عندي بلين بيكون الخط اللي طالع من البلين عمودي على البلين. واي بنحطه حسب الرايت هاند كوردينيت سيستم اللي هو بنحط من الواي. وبعدين عندي هلا زيرو اللي هو البيس فريم بنحاول نعمل له ماتشنج لواحد, ونفس الشيء بالنسبه للاند افكتر اللي هو الانث فريم. الانث فريم تبع الاند افكتر بقدر احاول احطه اسهل ما يمكن بحيث انه قريب لاخر جوينت. وبعدين بنتعامل اذا في اوفست عندي, يعني اذا كان الاند افكتر هون وفي عندي فريم هون بامكاني احط الفريم تبع الانث احطه هون, وبعدين بتعامل مع الاوفست اللي موجود هذا اللي هو اذا كان هذا اكس راح يكون اكس على اخر واحد. بدنا نحاول بشكل عام نعمل اساينمنت بحيث انه از ماني بارامترز يصيروا زيرو عشان الترانسفورميشن لما نطلع الفاينل ترانسفورميشن تكون سهله.